أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لا زال كلامنا في باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة من كتاب الكافي الشريف، وهذا الحديث الثامن من أحاديث هذا الباب يتضمن معجزة وكرامة للإمام موسى بن جعفر عليهما الصلاة والسلام. وبتلك الكرامة والمعجزة ثبتت إمامته لدى بعض الناس كما سنذكره مفصلا. وقبل أن ندخل في شرح هذا الحديث الشريف لا بد من بيان مقدمة، وهي إن الله سبحانه وتعالى حينما يعين نبيا ويرسله إلى الناس، أو يعين إماما ويأمر الناس باتباعه، لا بد أن يجعل لهذا الإنسان علامة تدل على صدقه، ولولا تلك العلامة لاختلط الحق بالباطل ولم تتم الحجة على الذين يتبعون الباطل. لكن الله سبحانه وتعالى أراد إتمام الحجة، قل فلله الحجة البالغة. وقال سبحانه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. على كل حال آيات متعددة تدل على أن الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة. زين، هذا الشخص هو رسول من قبل الله، هو إمام عينه الله سبحانه وتعالى، ادعاؤه صادق، وهناك أدعياء يدعون كذبا وزورا بأنهم أنبياء أو بأنهم أئمة من قبل الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأدعياء كانوا ولا زالوا يستفيدون من جهل الناس، فكيف يميز طالب الحق بين المحق والمبطل؟ التمييز بالدليل، والله سبحانه وتعالى أوصل الدليل بحيث أنه من أراد الوصول إلى الحق لتمكن من ذلك. يعني الآن مثلا في هذا الزمان أنت تريد أن تعلم بنبوة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، أنت خم تعيش في زمانه ولا تتمكن من أن تطلب منه أن يريك معجزة تشاهدها بعينك، والمعاجز الوقتية التي كانت لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله هذه شاهدها الذين عاصروه، ثم رويت لنا، لكن غالبا رواياتها أخبار آحاد، ويمكن للبعض أن يشكك فيها أو لا يطمئن بها. وعلامة النبوة يجب أن تكون دليلا قطعيا. لذلك الله سبحانه وتعالى لأنه أرسل محمدا خاتما للأنبياء، ونبوته لا تنسخ، شريعته لا تنسخ، لذلك جعل معجزته باقية، القرآن الكريم. القرآن الكريم الآن موجود بأيدينا، كما أن الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وآله استمعوا إلى القرآن وقرأوه، نحن أيضا في هذا الزمان نقرأ القرآن ونستمع إليه، والذين يأتون من بعدنا والذين كانوا من قبلنا. هذه معجزة موجودة. يمكن واحد يقول أنا لا أعرف اللغة العربية، زين الطريق مفتوح أمامك، تعلم اللغة العربية، تعلم الأدب العربي، ثم قارن بين القرآن وبين سائر الكتب، تجد أنه لم يتمكن أحد من أن يستجيب لتحدي القرآن الكريم منذ 1400 سنة. من تقدر ذلك؟ هناك علماء الأدب موجودون، اسأل منهم هل جيء بمثل القرآن من قبل 1400 سنة لحد الآن؟ لا، مع أن الله سبحانه وتعالى تحدى، والأعداء كانوا متربصون يريدون أن يبطلوا نبوة محمد صلى الله عليه وآله، لكنهم لم يتمكنوا. الآن الأعداء أيضا لم يتمكنوا من أن يأتوا بمثل هذا القرآن. على كل حال، فجعل هذه المعجزة خالدة إلينا. لكن الطريق لا ينحصر بالمعجزة، في كثير من الأحيان توجد هناك طرق أخرى. يعني أنت بعد أن آمنت بنبوة محمد صلى الله عليه وآله عن طريق الإعجاز الذي علمت به، تعلم بأن محمدا صلى الله عليه وآله هو رسول الله، وأن كلامه الذي جاء به من قبل الله سبحانه وتعالى هو الحق. فالرسول صلى الله عليه وآله قال لك اتبع علي بن أبي طالب، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وثبت هذا الكلام بالتواتر. يعني مو خبر واحد حتى واحد يجي يشكك فيه، يقول يمكن الراوي اشتبه، يمكن الراوي كذب، مو معلوم كل كلمة قيلت في التاريخ وصلت إلينا، أو إذا وصلت صحيحة. لا، إذا كان متواترا. التواتر معناه أنه يكثر الإخبار به بحيث أنه ليمتنع تواطؤ هؤلاء المخبرين على الكذب، ومن كثرة الإخبار الإنسان يعلم. الآن قضايا تاريخية متواترة نعلم بها، على الرغم أننا لم نشاهدها ولم نعاصرها، لكن نقلت لنا بأخبار متواترة. الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي عين عليا عليه الصلاة والسلام أميرا للمؤمنين وخليفة لرسول رب العالمين، لذلك جعل الدليل للناس في كل الأعصار. الذين كانوا في عصر الرسول هم شاهدوا القضية وسمعوها، والذين جاءوا من بعدهم الأخبار المتواترة، الأدلة المتواترة. وهناك مجموعة أمور كثيرة، يعني مو أمر واحد، الدلائل متعددة. فالنتيجة أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أي واحد لم يهتدي حجة الله عليه تامة. إذن من الطرق المعاجز، من الطرق العلم، من الطرق الإخبار بأمور لا يمكن أن يخبر بها أحد إلا إذا أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، أو أخبره من أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، وما إلى ذلك، وقد ذكرنا كثيرا منها فيما مضى. زين، نجي إلى هذا الحديث الشريف. في هذا الحديث الشريف خلاصته، الحديث الثامن من هذا الباب، أن رجلا كان يعيش في المدينة. هذا الرجل لم يكن على منهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لكنه كان جاهلا لا معاندا، يعني هو يريد الحق، لكن لأنه تربى في جو، هذا الجو يخالف الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لذا تربى مخالفا، لكنه لم يكن معاندا، كان طالب حق. لذلك لأنه كان طالب حق، الله سبحانه وتعالى بواسطة الإمام موسى بن جعفر هداه إلى طريق الحق. أحيانا أكو واحد هو ولد في بيئة خاصة، يعني في بيئة إسلامية، شيعية أو بيئة إسلامية سنية أو بيئة مسيحية مثلا أو بيئة يهودية، من الطبيعي أن الأبناء يتبعون الدين ومذهب آبائهم. هذا الشيء أمر طبيعي. لذا تشوف إذا واحد ولد في منطقة شيعية عادة يكون شيعيا، واحد ولد في منطقة سنية عادة يكون سنيا، إذا واحد ولد في منطقة مسيحية من أبوين مسيحيين عادة يكون مسيحيا، وهكذا. تارة هذا الشخص الشيء اللي تعلم من آبائه وأمهاته ومن أصحابه يتعصب له. هو قد يري نفسه منصفا، يري نفسه محققا، يري نفسه أنه طالب حق وحقيقة، لكن في واقعه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على آثارهم مهتدون. واقعه هكذا. هذا الإنسان ظاهره منصف لكن باطنه معاند. هذا الإنسان ليس طالب هداية، لذا الله سبحانه وتعالى قد لا يهديه. لكن واحد يمكن ولد في بيئة غير إسلامية، مسيحية، يهودية، وثنية، هو هم نما كافرا لكن واقعه منصف، واقعه طالب حقيقة، الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان يهديه، لا بأنه بطريقة غيبية يغير قلبه مثلا، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى يخلي طريق الهداية أمامه. يعني احنا نقول صدفة، لكن قد لا تكون صدفة، الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأ له الهداية. تشوف واحد نصراني أسلم، ليش أسلم؟ يقول صدفة، أنا في بلدي التقيت بطالب جامعي مسلم، صدفة سألت سؤال وصار بيننا حوار، شفت الحق مع الإسلام فأسلمت. هذا الصدفة، شفت طالب جامعي تحاورنا وياه، هذا في الواقع ليس صدفة، لا يوجد شيء اسمه صدفة، وإنما نحن لا نعلم الأسباب والمسببات لذا نسميه صدفة. الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأ له سبب الهداية. زين، نجي إلى الرواية. هذا الرجل كان اسمه الحسن ابن عبد الله، كان زاهدا، وزهده، يعني الزهد هو عدم الرغبة بالدنيا. يمكن واحد يكون ثري يملك أملاك كثيرة لكن لا رغبة له فيها. سليمان عليه الصلاة والسلام نبي الله كان ملكا، جمع الله له النبوة والملك، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سليمان على رغم أنه ملك لكنه كان زاهدا، يعني لم يكن راغبا في هذه الدنيا، رغبته كانت إلى ثواب الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل الحسن بن عبد الله كان زاهدا، زهد واقعي، مو أكو بعض الناس مثلا كانوا مثلا يلبسون الثياب المرقعة ولا يأكلون إلا الطعام الخشن ولا يلبسون إلا الثوب الخشن، ويظهر للناس أنه زاهد لكن جعل هذه مصيدة للناس. لا، أكو واحد واقعا هو زاهد، كان زاهدا وكان من أعبد أهل زمانه، من أعبد الناس. عبادته أيضا لم تكن عبادة بالهوى بحيث أنه يريد يخدع الناس، الناس يقولون هذا عابد حتى نروح مثلا، تقبل الدنيا عليه عن طريق أنه يرى الناس أنه عابدا، لا، كان واقعا عابدا. وكان يتقيه السلطان لجده في الدين واجتهاده. هنا يبين هذا كان هناك في المدينة حاكم، الحاكم كان يخاف من هذا الشخص، لأن الحكام قسميا، أكو الحاكم الأصلي هذا ما يخاف من أحد، أكو هناك حكام الولايات المدن، ذولا قد يخافون من شخص لأنه يخافون من السلطان الأصلي، السلطان الأكبر، يمكن يشوف هذا راح يكتب للسلطان الأكبر تقرير مثلا أو يشكو، فالسلطان راح يعزل هذا الوالي أو راح يأدبه مثلا أو يعاقبه. لذلك أحيانا تشوف أنه المسؤولين الصغار يخافون من بعض الأشخاص. ليش؟ لأنه هذا الشخص يمكن يقول لمسؤولة ومسؤولة راح يعزله. هذا الشخص هالشكل كان، وكان يتقيه السلطان، يعني حاكم المدينة، لجده في الدين واجتهاده، يخاف أنه فد مرة هذا يشكو إلى السلطان. وربما استقبل السلطان بكلام صعب، يعني كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل هذا دليل على أنه هو كان خوش إنسان، صحيح عقيدته لم تكن سليمة لأنه تربى في مجتمع لم يكن مواليا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بس هو ذاته وباطنه طيب، إنسان صحيح، لذلك الله هداه لجده في الدين واجتهاده. وربما استقبل السلطان بكلام صعب يعظه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وكان السلطان يحتمله لصلاحه، يتحمله كان، يعني ما لا يظهر الغضب عليه. ولم تزل هذه حالته حتى كان يوم من الأيام، هنا الله يريد يهديه، هذا إنسان خوش إنسان، أخطأ الطريق لأنه اتعلم من أبوه من أمه من بيئته، لكن لأنه خوش إنسان الله يريد يهديه. حتى كان يوم من الأيام إذ دخل عليه أبو الحسن موسى عليه السلام وهو في المسجد فرآه فأومأ إليه، يعني أشار إليه فأتاه. هذا هم من طيبة، يقول أنا إنسان عابد زاهد، السلطان يخافني، هو لازم يجيني. لا، الإمام أشار إليه، هو راح للإمام أيضا، احترم الإمام، هو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال له الإمام الكاظم، قال لهذا الشخص: يا أبا علي، كنية أبو علي، ما أحب إلي ما أنت فيه وأسرني. هذه صيغة تعجب، يعني ما أكثر حبي لحالتك وما أكثر سروري بها، إلا أنه ليست لك معرفة، ما عندك معرفة. ما كان يعتقد بإمامة الإمام الكاظم والأئمة الماضين، لا لعناد لا لجهل، فاطلب المعرفة. الإمام من البداية ما إجا قال له أنا إمام وتعال اتبعني، هذا أسلوب قد يستفزه، قد يبعده. الله سبحانه وتعالى يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالإمام قال له: أنا أحب عملك، أنت إنسان زاهد عابد آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، وحقيقة أنت كذلك، لكن ما لك معرفة، فاطلب المعرفة. قال: جعلت فداك، وما المعرفة؟ الإمام راد يقارن، لأنه أحيانا تعرف الأشياء بأضدادها. قال: اذهب وتفقه عند فقهاء العامة اللي هم في المدينة، روح يمهم اسألهم يجاوبوك. قال: اذهب فتفقه واطلب الحديث. قال: عمن؟ قال: عن فقهاء أهل المدينة. طبعا ذكرنا فيما مضى أنه في زمان بني أمية وكذلك في زمان بني العباس. أرادوا إطفاء نور الأئمة وإطفاء نور رسول الله صلى الله عليه وآله. المدينة مركز الرسول ومركز آل الرسول، فلذا صنعوا في المدينة شيئين بنو أمية وبنو العباس. الشيء الأول، جعلوا مراكز الفسق والفجور في المدينة. إذا تقرأ كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني تشوف من مراكز الفساد جعلوها حتى الناس ينشغلون بالفساد ولا يلتفتوا إلى الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، من مراكز فقهاء المخالفين، حسب تعبير اليوم جامعة تربي أئمة المخالفين حتى يكونون ندا للأئمة عليهم الصلاة والسلام ويصرفون الناس عن الأئمة. الإمام قال له روح اتفقه من فقهاء المدينة حتى بعدين يشوف أن علمهم ليس بعلم. هذا طريق تدرج في هدايته. قال عن فقهاء أهل المدينة: ثم اعرض علي الحديث. شنو قالوا لك؟ ماذا قالوا لك؟ تعال اعرضه علي. قال: فذهب فكتب، ثم جاءه فقرأه عليه فأسقطه كله. الإمام بين بطلان هذا الكلام، تارة تبين بطلانه عن طريق القرآن الكريم، وتارة تبين بطلانه عن طريق السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وتارة تبين بطلانه عن طريق العقل. وإذا تراجع كتاب الاحتجاج وبعض احتجاجات الأئمة عليهم الصلاة والسلام يبين أن بعض ما نسب إلى رسول الله من أحاديث هي مكذوبة لتعارضها مع القرآن الكريم. نسبوا فضيلة لفلان، هاي الفضيلة تعارض الآية القرآنية. نسبوا كلام إلى الرسول كذبا، هذا الكلام يعارض مع آية أخرى أو مع السنة الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله. فأسقطه كله، بين وجه الخلل في كلامهم. ثم قال له: اذهب فاعرف المعرفة. هاي المرحلة الثانية. المرحلة الأولى، الإمام عملا بين له أن هؤلاء أدعياء العلم وليس لهم من العلم شيء، وكان الرجل معنيا بدينه. الرجل هذا كان حقيقة طالب حق يعتني بدينه. الإمام قال له هذا الكلام وراح. فلم يزل يترصد أبا الحسن، التقي بي، أخذ ديني من وذول فقهاء المدينة. عرفت أنه كلامهم باطل يعارض القرآن ويعارض سنة الرسول صلى الله عليه وآله. فلم يزل يترصد أبا الحسن حتى خرج إلى ضيعة له، فلقيه في الطريق فقال له: جعلت فداك، إني أحتج عليك بين يدي الله، فدلني على المعرفة. أنا شفت ذولا ما لهم معرفة، أنت لازم تعلمني، وأنا طالب حق ما عندي طريق، ويوم القيامة إذا ما علمتني أنا أشكو إلى الله سبحانه وتعالى منك. الإمام وصل إلى هذه المرحلة اللي يكون مهيأ نفسيا وعقليا لقبول الحق. قال: فأخبره بأمير المؤمنين عليه السلام وما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخبره بأمر الرجلين فقبل منه. الإمام أخبره أن الرسول عين عليا عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الصحابة خالفوا كلام الرسول صلى الله عليه وآله، هو الرسول حي وكانوا يخالفونه. في غزوة أحد انهزموا مع أنه الهزيمة في القتال ذنب عظيم، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. والرسول كان موجودا وكان يناديهم. في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول: والرسول يدعوكم. كذلك في حنين: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الرسول مريض في مرض الوفاة، طلب دواء وكتاب ليكتب كتابا لن تضلوا بعده أبدا، حديث رزية الخميس معروف. ما خلوا الرسول يكتب هذه الوصية، وقالوا كلمتهم المعروفة: إن الرجل لا يهجر، والعياذ بالله. زين، هذا في حياة الرسول، فأن يخالفوا الرسول بعد وفاته هذا بالنسبة إليهم أمر عادي. فالإمام الكاظم أخبر هذا الرجل بالقضية بالتفصيل فقبل منه، ثم قال له: فمن كان بعد أمير المؤمنين؟ قال: الحسن ثم الحسين، حتى انتهى إلى نفسه ثم سكت. يعني ذكر الإمام الصادق ولم يقل أنه أنا الإمام. فقال: جعلت فداك، فمن اليوم؟ هسه أبوك قد توفي، أنت منو الآن؟ قال: إن أخبرتك تقبل؟ قال: بلى جعلت فداك. قال: أنا هو أنا الإمام. والرجل كان طالب حق، هسه أنت تدعي أنك الإمام، شنو الدليل؟ قال: فشيء أستدل به. قال: اذهب إلى تلك الشجرة، وأشار بيده إلى أم غيلان. أم غيلان شجرة شوك تنبت الحنظل، أم غيلان. اذهب إلى تلك الشجرة فقل لها: يقول لك موسى بن جعفر أقبلي، تعالي. قال: فأتيتها، وذكر لها أن موسى بن جعفر يقول لك أقبلي، فرأيتها والله تخد الأرض خدا، يعني تشق الأرض شقة. مو أنه الشجرة طلعت وعلى الأرض تمشي، لا، تشق الأرض شقة بجذورها وتمشي إلى الإمام موسى بن جعفر حتى وقفت بين يديه، ثم أشار إليها فرجعت. الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يعطي المعجزة لعبد مخلوق يتمكن من ذلك، يعطي للأنبياء للأئمة. فالإمام موسى بن جعفر أراه هذه المعجزة، قال: فأقر به. هنا الله هداه. زين، أنت الآن اهتديت، بعد الآن حاكم المدينة ما يخافك، لأنه أنت على مذهب يخالف مذهب الحاكم الأعلى، ما لك كلمة بعد مسموعة عند الحاكم الأعلى، وإذا كان يتكلم لعله كان يكون عليه الضرر. فأقر ثم لزم الصمت والعبادة، فكان لا يراه أحد يتكلم بعد ذلك، لأنه اكتشف الحق وصار في تقية. سابقا لمن كان من المخالفين الحاكم الأكبر يسمع كلامه، هذا من ربعنا من جماعتنا، فالحاكم الأصغر اللي هو حاكم المدينة كان يخافه. بس الآن اللي الله سبحانه وتعالى هداه الحاكم الأكبر يخالفه، والحاكم الأصغر أيضا لا يخشاه بعد ذلك. لكن مو مهم أنه الحاكم يخشاك لو لا يخشاك، المهم أنت تخشى الله سبحانه وتعالى. فكان لا يراه أحد يتكلم بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا إلى المعرفة الصحيحة. هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.